السلام عليكم ورحمة الله. أزور في الأول، إدارة اليوتيوب تغلق نهائيا قناة وزارة الدفاع الوطني الجزائري على شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب. وعلاش؟ لأنه هذه القناة تبث الريبورتاجات اللي يديرهم في القناة التلفزية تاع العصابة، تبث هذه الريبورتاجات، ومؤخرا بثت ريبورتاج تتلاح فيه وتمس بشرف رجال أحرار، منهم شخصي أنا المتواضع مديري قطب الحملاوي جاي يتكلم علي أنا. أما بما أنها تمس في شرف الرجال تتغلق، وتغلقت، غلقتها إدارة يوتيوب. إدارة يوتيوب ما عندي فيها حتى ضلع نحط فيها القنوات ديولي، أحترم أخلاقية المهنة. لما أنعت العصابة بولاد الحرام، يعني هذا نعت ينطبق عليهم، ما هي الشتيمة وما هوش قذف، سمعت؟ وكلش بالدليل، وكلش بالدليل. عيات وزلامها زلام العصابة والعصابة باش يغلقوا لي القناة على مستوى يوتيوب، ما قدروش. قرصنوها 4 مرات يكسروا لي القناة ونعاود قناة جديدة، يكسروا نعاود قناة، ما تقدرش معايا انا. الصامت يغلب القبيح، فوالا هكذا، الصامت يغلب القبيح. بصح هما بمجرد ما زغدوا خذوا الراس، خبط وجوه البخس، بخس بجيش الجزائري هكذا. يوتيوب يغلقوا له القناه ديالو، وعلاش؟ على خاطرش جايين يدير لك ريبورتاج بثوه في القناه التلفزيونيه تاعهم، وين يتهموا الرجال الاحرار منهم انا بالخيانه والعماله والارهاب وكذا. يا خو بثن، اذا كاين عملاء، ينتوما عملاء لفرنسا، تخدموا في مصالح فرنسا، تخلفوا في الثار تاع فرنسا اللي تكسرت لها الامبراطوريه ديالها، سمعت؟ على ايادي رجال جيش التحرير والنساء جيش التحرير الوطني. وانتم اليوم راكم تخلفوا في الثار ديالها، تكسروا في الجزائر، تكسروا في الدوله الجزائريه. هذه الاولى. اذا كاين خونه، هما انتوما خنتوا عهد الشهداء، لأن الشهداء ما ماتوش باش الجزائريين يتسجنوا لأنهم يعطيوا رأيهم، الجزائريين يتنفاوا لأنهم يقولوا كلمة حرة. أنتم الخوانة إذن، شتوا كيفاش؟ هذا ويقول لك انقلب السحر وعلى الساحر، هذه هي الحكاية. جاوا كذا من ده، ها يوتيوب غلقت لهم، يعني ما كفاوهمش الملاير اللي عندهم. ميزانية وزارة الدفاع 12 مليار دولار، صاحبي تعيش بها دولة، تعيش بها دولة، واش يديروا هما؟ يروحوا يجوا يحلوا قناة يوتيوب كيما حنا اللي ما عندناش، شعب زوالي يحبوا يعندونا. شوف، دير على يوتيوب، دير على تلفزيون، دير وين حبيت، ما عندكمش مصداقية، واحد ما يسمع لكم، ما يسمعوا لكم، وما تأثروا إلا في الأنذال اللي كيفكم، إلا في الأزلام اللي كيتوعكم، وما عندكم تأثير على حتى واحد في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ينبذكم، وما وانتم بعد ما كنتمش صادقين نفوسكم، انتم ما كنتمش صادقين نفوسكم. هذه تعتبر. إذن أنا نتأسف انه الجيش الوطني الشعبي طيح به الى درجة انه موظف في ادارة يوتيوب يدير له بث يطيره. نتأسف، لانه الجيش الوطني الشعبي ما يستاهلش هذا المصير، وما يستاهلش باش يكونوا على راسه اغبياء وانذال وخوانة. ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام، ويعجل برحيل العصابة. السلام عليكم ورحمة الله.